FM. الكل مالك. تدريجيا بالممارسة السياسية، لأنه القوانين والنصوص والدساتير توضع وتكتب ثم تنفذ، وفي تنفيذها تظهر الحقائق. وإحنا لما ندرس حتى القانون الدستوري للطلبة نقول لهم أنه الأعراف الدستورية والممارسات الدستورية أحيانا أهم من النصوص، وتظهر عيوب المنظومات السياسية عندما تنفذ. هي ماكينة توضع، يعني فما تعمل بلان تاعها في الدستور وبي فولا ميتر ان ابليكاسيون تظهر. اعتقد انه النظام السياسي اللي تم اختياره في الدستور خلقنا ان مونستر ا دو تيت و لو بوفوار ايتي ديلوي دون مانيير ان بو، خلات الوضع مرتبك، وخاصة عندما يعني تكون المساحة الفعل السياسي لدى رئيس الجمهورية ولدى رئيس الحكومة أوسع من مساحة الفعل الدستوري أو الصلاحيات الدستورية. كاب اف ام، الكل مالك.